في دماغنا بحاجات اصلا مالهاش لازمه. احنا علم علوم يدونا رياضه ليه؟ يدونا رياضه سهلوها لنا، مش تقعدوا تصعبوها لنا وتجيبوا لنا اسئله. وكفايه الانجليزي والله، وكمان والله احنا بنضيع وقت الانجليزي والله، ما احنا بنضيع وقت وخلاص. اصلا احنا ما بنذاكرش الماده الاساسيه، خدنا وقتها للفيزياء، خدنا وقتها دلوقتي مش عارفين نذاكر فيها كام يوم، مش الا يوم ونص. حرام اللي هم بيعملوه فينا ده، يعني اول يوم مسكت العربي البلاغه والادب والنحو والنحو صعبه جدا، ده ما يرضيش ربنا، حرام. يعني حتى اول يوم حتى المواد اللي هم داخلينها مش معتمدين فيها على مجموع برضو جايه لهم صعبه. كل العيال بتصرخ، يعني نستغيثهم منين احنا؟ وبعد ما نستغيثهم منين؟ قلبنا وقع والله العظيم، قلبنا وقع منها طول السنه. يعني يرضي ربنا، يعني احنا بنستغيث بالله سبحانه وتعالى. حرام يعني كل المواد كده مفيش ماده يرحمنا فيها، يعني كفايه علينا يعني العذاب اللي احنا فيه ده هوت، وقله الامن وقله النور وقله العذاب، يعني عندنا العذاب بانواعه في بلدنا. عندنا مشاكل كتيره في يعني بنتي بتقعد تذاكر بالليل وهي بتذاكر على شنو؟ عيالنا كمان ما تلاقيش يعني لحبه مي حبه نور مش شايفينهم يذاكروا عليهم، يعني نشتكوا لمين؟ مش عارفين. احنا سلمنا الامر لله من اول ومن بعد.